اثناء الكومباوند ناونز. يقول الاسماء المركبه ممكن ان توجد بثلاثه اشكال مختلفه كما في اغلب التمارين، حيث تكون اسمين منفصلين، اسمين منفصلين جاي يعني اسم مركب يجي من اسمين منفصلين او صفه زائد اسم. مثل ايش؟ بوردينج كارد. بوردينج كارد يعني البوردينج كارد هاي بطاقه صعود، لاحظوا اعزائي اسمين. او باكت لانش، باكت لانش هنا لانش اسم اللي هو غداء، وباكت معلب هنا صفه، هنا صفه وهنا اسم، هنا اسمين، اسم اسم وهنا صفه زائدا اسم. زين، الاسماء اللي تكون متصله بشارحه يعني هايفن، هذا الهايفن هذا يسمى هايفن اللي هاي الشارحه القصيره، مثلا فايف ستار هوتيل، فايف ستار هوتيل فندق خمس نجوم. لاحظوا اعزائي هذه فندق خمس نجوم، جاني الرقم وجاني ستار اسم وجاني هذه، فصارت شنو؟ اسم مركب، فندق خمس نجوم. اوبن توب باص، الحافله اللي تكون مفتوحه، مفتوحه العفو اسفاني، الحافله اللي تكون مفتوحه من من فوق. الاوبن باص ستوب، الاوبن توب باص، الباص الحافله اللي ما يكون مالها سقف، يكون مالها سقف مفتوحه من فوق، اوكي؟ بدون سقف يعني مفتوحه. اوبن توب، التوب اللي هي قمتها او اعلاها، فالاوبن تكون مفتوحه من الاعلى. تشيكن، تشيكن تفتيش، تفتيش اعزائي تشيكن تفتيش. لاحظ هنا حرف جر جاني بروبوزيشن وتشيك جاني فعل او اسم وانطتني بمعنى التفتيش. فوت ستيب هنا اثر الاقدام، لايف ستايل نمط الحياه، سانست وغروب الشمس. لا توجد قاعده يقول لا الاسماء اللي تصبح كلمه واحده مثل هذني اعزائي، لا توجد قاعدة واضحة حول أي شكل تستخدم، وشكل يتغير مع الوقت. كلمات غالبا ما تستخدم سوية فإنها تصبح متصلة بشارحة أو فيما بعد تصبح كلمة واحدة. الأمثلة على كلمتين تصبح كلمة واحدة، وهي أكثر شيوعا من الكلمات المركبة المتصلة، تكون أكثر شيوعا. كارد، كاردبورد هذا الورق المقوى، فوت ستيب أثر الأقدام، نمط الحياة وغروب الشمس. أوكي أعزائي، هاي بالنسبة لهذه كومباوند ناونز باي ماتشينج ذا ووردز in the two columns. يعني اعمل او كون compound nouns الاسماء المركبة by matching من خلال matching توصيل يعني مزج the words الكلمات in the two columns في العمودين الاثنين، هذا عمود هذا column وهذا column. اوكي اعزائي خلنا نعطيكم الحل رأسا وبعدين نرجع لها اعزائي. هذا اوكي هسه هاي نشوفها مثلا سايد سينج، بعد ناخذ بعض الكلمات قبل ما نحل. مشاهدة المناظر، كومباوند مركب، عندنا بوردينج كارد تذكرة سفر، ترافل ايجنسي كالة سفريات، فايف ستار هوتيل فندق خمس نجوم، باكج ديل صفقة كاملة، باكج باكت لانش غذاء معلب، سكي ريزورت منتجع التزلج، كار هاير تأجير سيارة، سيل كيترينج ابارتمنت شقة ذاتية الخدمة، سي فرونت جبهة البحر، جهة البحر، كومبلينت شكوى، تشيكن تفتيش، اكستشينج صيرفة وريت معدل. اوكي هاي بعض الكلمات اللي هنا وردت.